ودع قادة دول منطقة آسيا المحيط الهادئ في ليما الأحد بأسف باراك أوباما، لكنهم توجهوا إلى الرئيس المنتخب دونالد ترامب بوعدهم مكافحة الحمائية. وكانت رئاسة أوباما التاريخية وشخصيته القوية جعلت منه نجما على الساحة الدولية، وتحدث الرئيس المنتهي ولايته في ليما إلى الشعب الأمريكي والعالم في آخر مؤتمر صحفي له في الخارج، وأكد أن هذين الجمهورين في نهاية المطاف مرتبطان ببعض بشكل وثيق. I can't guarantee that the president-elect. لا يمكنني أن أضمن أن الرئيس المنتخب لن يتمسك ببعض المواقف التي سبق أن اتخذها، ولكن ما يمكنني أن أضمنه أن الواقع سيجبره على ضبط مقاربته لقضايا عدة. وفي البيان الختامي لقمتها السنوية، تعهدت منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا المحيط الهادئ أبيك بمكافحة كل شكل من أشكال الحمائية، وذلك ردا على الحملة ضد العولمة التي وعد بها قطب العقارات الأمريكي. كما تعهد قادة دول أبيك بإبقاء الأسواق مفتوحة والامتناع عن خفض أسعار عملاتهم لغايات تنافسية، والعمل بجد من أجل إقامة منطقة للتبادل الحر لآسيا المحيط الهادئ متكاملة تماما على الأمد الطويل. ورأوا أن عودة الحمائية لن تؤدي سوى إلى خفض المبادلات التجارية وإبطاء التقدم في تعافي الاقتصاد الدولي.